بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجن فماصح، اليوم إن شاء الله في إطار الوعد اللي قطعته على نفسي معكم في الحلقة اللي فات، شفت بأنه من الضروري نناقش أولا بعض المفاهيم القانونية اللي كتهم ميدان التحقيق الجنائي وبالتحديد القانون الجنائي. هاد المفاهيم اللي كيتعين علينا كلنا نكون عارفينها وواعين بها، كما أنه كيتطلب يكون عندنا جميع مفهوم موحد لها. اللي كنقصد بهاد المفاهيم هو الجرائم اللي كتهدد بالخصوص الكيان البشري وكتزرع نوع من الخوف والرعب في النفس البشرية، وهذا بالتالي كيؤدي لزعزعة استقرار نظام وأمن المجتمع. وهاد الجرائم اللي غادي نطرقوا لبعض منها في هاد الحلقة أو غيرها من الحلقات الماجية هي تقريبا نفس الجرائم اللي حددتها مجموعة القوانين الجنائية العالمية وبطبيعة الحال من ضمنها القانون الجنائي المغربي. ملي كنقولوا الجرائم، أول حاجة كيمشي ليها التفكير ديالنا هي جرائم القتل، جرائم العنف، جرائم التهديد، والجرائم السلبية اللي كتكون على رأسها جرائم عدم تقديم المساعدة لشخص خطر وغيرها من باقي الأفعال اللي تقدر تزعزع الأمن والنظام الاجتماعي ديالنا. بلا ما نطورش عليك أخي أختي متتبعي قناة أجن فماصح، غادي نذكر أي واحد منكم كيشوف أول مرة هذا الفيديو باش يسجل نفسه في القناة ويشارك الفيديو مع المعارف ديالو باش يستافدوا حتى هما إن شاء الله تعالى. فالأمل إن شاء الله غادي يكون في الله من قبل ومن بعد، ثم فيك أنت وأنت أعزائنا متتبعي قناة أجن فماصح. نعم، الأمل اللي معلق عليكم من بعض الله سبحانه وتعالى هو أنكم غادي تعملوا على نشر ومشاركة هذا الفيديو أو غيره من الفيديوهات اللي في القناة ديالكم باش الإفادة تعم الجميع إن شاء الله تعالى. وبلا ما نطولش عليكم أعزائنا متتبعي قناة أجن فماصح، يا الله أجن فماصح. مقدمة. في مجال التحقيقات الجنائية، المعرفة وأفضل الممارسات كتغير باستمرار، وبما أن البحث المستمر والخبرة اللي كنكتسبوها مع مرور الوقت كيوسع الفهم ديالنا للحقائق، فكيصبح من الضروري نجريو تغييرات في طرق البحث والممارسات المهنية ديالنا كل ما دعت الضرورة. خلال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي نتطرقوا لطرق تحقيق متنوعة ونحاول نبينوا الكيفية أو الطريقة اللي غادي تخلينا نحافظوا على القضايا اللي غادي نعرضها على العدالة بالشكل الصحيح، وغادي نحاولوا أيضا نقدموا لمحة عامة على التعرف على العناصر المختلفة للجريمة. بالمناسبة إذا كانت هذه أول مرة لك تشوف عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجن فماصح الفيديو، ففي هذه اللحظة غادي يظهر لك الرابط بأعلى الشاشة والخاص بوحدة من الحلقات الأولى ليا في هذه القناة واللي من خلالها تطرقت للجريمة والتقسيمات ديالها. ما عليك إلا الضغط عليه وتطلع على الحلقة بالكامل. واش كاين شي تعريف خاص بالجريمة؟ أشنو هي الجريمة؟ سؤال مهم، لكن كيفاش يمكن لنا نجاوبو عليه؟ بالنسبة للأكثرية منا، فمعظم الأحيان الجريمة هي شي حاجة كيقوموا بها ناس أخرين. التفسيرات اللي كتخص أو كتهم الجريمة كتدور حول جوج المواضيع الرئيسية. الجريمة هي إما فعل أو تقصير غير قانوني، وهذا الفعل كيف ما كان النوع ديالو كيسبب ضرر للناس أو المجتمع، والعقوبات يمكن لها تتراوح ما بين الغرامات البسيطة حتى السجن المؤبد أو الإعدام. الشغل الشاغل ديال النيابة العامة في الوقت اللي كتكون كتحاكم الشخص أو الأشخاص اللي تورطوا في أي جريمة هو الحصول على مجموعة من الإجابات بخصوص بعض النقاط اللي كتجذب الإثبات ديالها في المحكمة، وبالطريقة اللي ما كتخليش أي شك في تورط المعني أو المعنيين في القضية ككل. ومن بين هذه الإجابات اللي كتسعى لها النيابة العامة، أولا واش كانت كتوفر النية أو الغرض لارتكاب الجريمة عند المعني أو المعنيين؟ وهذه النية هي اللي كيتم تعريفها بالنية الإجرامية أو العقل أو الضمير المذنب إسبري كوبابل. ثانيا واش تم ارتكاب شي فعل اللي هو محظور أو ممنوع؟ وهذا الفعل هو اللي كتم التسمية ديالو بالعبارة اللاتينية أكتيس ريوس اللي كيعني الفعل المذنب واللي كنقصدو به العنصر الخارجي أو الموضوعي للجريمة الجنائية، وهذا العنصر كيكون أساسي في تحديد الجريمة، وباللغة القانونية العصرية كنسميوه القصد الجنائي. فباش نوجهوا الاتهام لأي شخص بارتكاب جريمة معينة كيتوجب نجمعوا ما بين الوقائع اللي تم التأكد منها
وتم تطويرها خلال التحقيق، وما بين الأدلة المادية وأقوال الضحايا والشهود والمصادر الأخرى اللي كتبين وتأكد لنا بأن المتهم عنده القدرة والنية، وبالتالي فالجريمة هنا كتكون بالفعل ترتكبت. كيفاش كنرصدوا أو كنتعقبوا الجريمة؟ الجرائم الخطيرة كيتم التصنيف ديالها ضمن جوج الأنواع اللي هما رئيسيين. النوع الأول جرائم ضد الممتلكات، والنوع الثاني جرائم ضد الأشخاص. أشنو هي الجرائم اللي كتوقع في كل فئة من هذه الفئات؟ أخطر الجرائم هي ديك اللي كتوقع ضد الأشخاص، وهي اللي حددها القانون الجنائي المغربي مثلا في الباب السابع، أي من الفصول 392 حتى 448. فبمجرد قراءة سطحية لعناوين هذا الباب كنلاحظوا بأن المشرع المغربي درج أو أحصر مجموعة من هذه الجرائم اللي هي القتل العمد، التسميم والعنف، التهديد، عدم تقديم المساعدة، التمييز، القتل أو الجرح الخطأ، الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن، حرمة المسكن اللي كيرتكبوه الأفراد، الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار، ثم الاتجار بالبشر. كما كتعي الإشارة إلى أنه كاين مجموعة أخرى من الجرائم اللي هي من ضمن هذه الفئة واللي نقدروا نفصلوها بشكل أكبر، واللي هي القتل الجنائي أو القتل العمد، الاغتصاب، السرقات بكل أنواع ديالها، والحرائق المتعمدة إلى آخره. اللي كيتوجب علينا هو المعرفة التامة لهذا النوع من الجرائم، لأنه كيتعين علينا نصنف كل جريمة بشكل صحيح باش نتمكنوا من تحديد العناصر ديالها ونتحققوا بأنها بالفعل ترتكبت. هذه الحلقة غادي نركزوا أيضا على الحالات اللي كترتكب فيها جرائم متعددة في نفس الوقت من طرف مجموعة من الأشخاص. كيتعين عنا نحدد كل جريمة بدقة متناهية باش نمهدوا للنيابة العامة طريق واضح وصحيح، وبالتالي غادي تتمكن من توجيه التهم وتصدر أحكام ضد الأشخاص اللي هما بالفعل متورطين في الجرائم. تعريفات بعض الجرائم. أشنو هو القتل؟ بشكل عام القتل كيشير الموت الجنائي أو الموت غير القانوني، يعني قتل الشخص بشكل غير قانوني. ومع ذلك غالبا كيتم استبدال مصطلح الموت الجنائي أو الموت الغير القانوني بكلمة القتل، واللي كيتم تعريفه على أنه قتل شخص من طرف شخص آخر. بالإضافة لهذا كاين أنواع من القتل، وكل نوع عنده حقيقة وحكم خاص به. القتل العمد هو كل عملية كيكون الهدف ديالها إزهاق روح شخص أو مجموعة من الأشخاص باستعمال أي حاجة أو وسيلة اللي في الغالب كتأدي لنفس الهدف. والقتل العمد ما كيتحقق إلا في جوج الحالات. الحالة الأولى هي أن القاتل كتكون عنده رغبة وقصد في عملية القتل اللي قام بها، لأنه لو أن هذا الشخص أي القاتل ما كانش كيتوفر على هذا القصد أو النية، ففي هذه الحالة كتوجه له تهمة القتل الخطأ. الحالة الثانية الوسيلة أو الأداة اللي تم استعمالها أو الاستعانة بها في عملية القتل خاصها تكون من النوع اللي في العادة كيؤدي للقتل. فمثلا إلى القاتل وجه ضربة على سبيل المثال الخصم ديالو بعصا صغيرة أو بحجرة صغيرة في بلاصة اللي ما غاديش تسبب في الموت ليه، فهاد العملية غادي يتم تكييفها بالقتل الخطأ، لأن الوسيلة اللي تستعملات في الغالب ما كتقتلش. أشنو هو التعريف القانوني للقتل؟ القتل هو أول جريمة عرفها الإنسان على هذه الأرض، والقرآن الكريم روى لنا القصة اللي هي معروفة بالإخوة قابيل وهابيل، واللي ما عندناش فيه شك هو الخطورة ديال هذه الجريمة والتهديد ديالها للكيان الفردي والاجتماعي للإنسان. لهذا كنلقاو بأن العقوبات اللي هي مخصصة لها على طول العصور التاريخية وباختلاف الشرائع السماوية اللي اعتبرتها اعتداء على النفس كانت شديدة. هذا بالنسبة للشرائع السماوية. أما بالنسبة للتشريعات الوضعية القديمة فعقوبة الإعدام كانت مرتبطة بالنتيجة الإجرامية لجرائم القتل، بغض النظر على توافر أو عدم توافر القصد الجنائي والظروف الشخصية أو العينية اللي كتتعلق بارتكاب الجريمة. والمثال ديالنا في هذه الحالة قانون حمورابي اللي كان كيقرر الإعدام في حالات كثيرة وقع فيها الموت بدون قصد، بحال المرأة اللي كتموت نتيجة الضرب وهي حاملة، أو في حالة انهدام بناية بسبب عيب في الهندسة ديالها. أما التشريعات الحديثة فأصبحت كتعطي اهتمام كبير للظروف اللي كتحيط بكل جريمة، لأنها كتعتبر بأن الجانب الشخصي عنده دور مهم في تقرير وتدرج المسؤولية الجنائية،
وهذا هو السبب اللي كيخلينا نلاحظوا تعدد العقوبات اللي كتهم القتل واللي كتراوح ما بين الحبس والسجن المؤبد والإعدام. بالنسبة للقتل كنلقاو كيضم مجموعة من الأنواع الفرعية اللي ربما عرفات المجتمعات ديالنا البعض منها، وهذه الأنواع كتمثل قتل العائلات فاميليسيد، هو اللي كنقصدو به قتل معظم أو كل أفراد أسرة شخص معين أو الناس اللي عزاز عليه. قتل أحد الوالدين الإبن أو الإبنة ديالهم فيليسيد، قتل الأخ الخوه فخاتريسيد، قتل الرضيع انفونتيسيد. هذا النوع كيوقع على جوج الأوجه، إما كيتم قتل الرضع من طرف الوالدين ديالهم أو من طرف أشخاص اللي ربما كيكون الهدف ديالهم الانتقام من الوالدين أو واحد منهم. قتل الأم ماتريسيد، كنقصدو به ذاك الشخص اللي كيقوم بالقتل ديال الوالدة ديالو. قتل الأب باتريسيد، كنقصدو به ذاك الشخص اللي كيقوم بالقتل ديال الوالد ديالو. القتل المتعدد أو المتسلسل meurtre en série، كنقصدو به قتل مجموعة من الأشخاص على مراحل زمنية متعددة. قتل الشخص الأخت ديالو سوغوريسيد، الانتحار سويسيد، قتل الشخص نفسه. قتل الزوج لزوجته إكزوريسيد. على العموم القتل سواء كان متعمد أو غير متعمد فهو واحد الفعل اللي كيكون مبني ومدفوع بالحقد من الجاني ضد الضحية. بالمناسبة إذا كانت هذه أول مرة لك كتشوف عزيزتي عزيزي متابع قناة أجين فيموس هذا الفيديو، ففي هذه اللحظة غادي يظهر لك الرابط بأعلى الشاشة والخاص بتقنية تحقيقات جرائم القتل، ما عليك إلا الضغط عليه وتطلع على الحلقة بالكامل. التسميم، السم اللي كتطلق عليه عبارة سلاح الجبان عنده تاريخ طويل وأساطير، فبه تقتل الفيلسوف سقراط وبه تم اغتيال وقتل عدد من الأمراء والملوك. جريمة التسميم ماشي من السهل يتم الاكتشاف ديالها، وعدد كبير من حالات التسمم يقدر يتم الاعتقاد بأنها وفيات طبيعية، وبالخصوص إذا كانوا الضحايا من الناس الكبار أو اللي كيعانيوا من أمراض معينة، لأنه في غالب الأحيان قليل فاش كيتم فحص الجثث أو البحث على مواد سامة ما دام أنه ما كان طفروش على أي دليل اللي كيشير للتسميم. عملية القتل على طريق التسميم ما كتطلبش في الغالب الأحيان إلا لحظات قليلة، وفي العادة الوفاة تقدر تحقق في دقائق قليلة، خصوصا إذا كانت المادة المستعملة في القتل سامة بحال السيانيد على سبيل المثال. بالنسبة لهاد المادة القاتلة كتخلي المحققين جنائيين من وراها ريحة كتشبه لريحة اللوز الحار، لكن المشكلة الكبيرة هي أن عدد كبير من الأشخاص ما كيقدروش يشموها أو يميزوها على باقي الروائح الأخرى. اللي خاصنا نلاحظوه كمحققين جنائيين هو أن جريمة التسميم ما كتطلبش من القاتل باش يبين على الغضب الخارجي اللي كيكون في العادة عند الناس اللي كيمارسوا اعتداءات أكثر دموية بحال إطلاق النار أو الطعن بالأسلحة أو غيرها من باقي الأفعال العدوانية. الجاني ملي كيقوم بإطلاق النار على الضحية ديالو فهنا كيصرح لينا بالقوة، وكذلك كيوضح لينا كمية الغضب والحقد اللي كيكون حاملهم ضد الضحية. هكا نقدر نقول بأن عنصر المكر اللي عنده ارتباط بالتسميم هو الموضوع المفضل عند كتاب الروايات الغامضة، ومن زمان كان هو الآفة ديال الأمراء اللي كيعانيوا من جنون العظمة. والتاريخ وضح لنا عدد من القصص والروايات اللي أكدت لنا استخدام السم في عمليات إجرامية كثيرة، خصوصا ديك اللي عرفتها بعض البلاطات والقصور. على العموم المجرمون اللي كيستعملوا السم في عمليات القتل هما من النوع اللي ما كيقومش الضحية ديالهم بأي مقاومة ضدهم، لأن العلاقة بينهم وبين الضحايا كتكون معقدة. كما أن جريمة التسميم نقدر نقول بأنها جريمة حميمية، يعني أن الضحية كتناول وكتستعمل السلاح ضد نفسها ومعزولة على القاتل اللي يقدر يكون كيتواجد بعيد على مسرح الجريمة أو بالقرب من الضحية ديالو. في الواقع الضحية في وقت الاحتضار ديالها تقدر تكون كتقلب على الأمان بين يد القاتل ديالها اللي يقدر يكون كيتظاهر بالقلق عليها. العنف بالنسبة لأكثرية منا كتظن على أن المعنى ديال العنف واضح، فالعنف بالنسبة لنا هو استخدام القوة باش نتسببوا في وفاة أو إصابة جسدية خطيرة أو خفيفة. ربما تقدر تكون هذه هي الطريقة اللي كتعرف بها الأكثرية منا مصطلح العنف في غالب الأحيان، لكن كيتم استخدام المصطلح بطرق أخرى أيضا
وغالبا ما كيتم استخدامه بشكل متعمد. فالعنف كلمة صعيب نحددوها بشكل واضح، لأن الموت أو الإصابة الجسدية ماشي من المفروض تكون مطلوبة باش نوصفوا أي واقعة بأنها عنف. فعلى سبيل المثال، إلا شفنا شخص كيشد شخص آخر من الملابس ديالو بطريقة اللي كيحاول بها إما يوجه ليه الضرب أو يمنعه من الفرار، هاد الحالة كنوصفوها بعنف ولو أن حتى واحد منهم ما تصاب بأذى أو بأي ضرر. زيادة على هذا، كيتم تصنيف تدمير أو الإضرار بالممتلكات في بعض الأحيان بالعنف، لهذا نقدر نوصف العنف بشكل ضيق بأنه كل سلوك يعتمد على الاستعمال أو الاستخدام المتعمد للقوة لتحقيق تدمير أو الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالأشخاص، أو أن العنف هو استخدام القوة الجسدية باش نتسبب في إيذاء أو إضرار أو تدمير. إلا أننا غادي نصادفوا خلاف مع البعض اللي يقدر يقول بأن مصطلح العنف غالبا ما كيتم تطبيقه على السلوك اللي ما كيتضمنش استخدام القوة الجسدية. الحدس أو الاعتبار اللي كيكون من وراء الاستخدامات من هذا النوع كيكون مبني على جوج الأنواع. النوع الأول كيتعلق بالعلاقة السببية، والنوع الثاني كيتعلق بالأداء الغير الجسدي. بعض الأفعال اللي ما كتنطويش في حد ذاتها على استخدام القوة يمكن تؤدي الأفعال الأخرى، مثلا يمكن يؤدي السطو على سبيل المثال لمواجهة عنيفة بين الشخص اللي هجم والشخص اللي تم الهجوم على داره، وهذا هو السبب اللي كيخلينا نتعامل مع السطو على أنه جريمة عنيفة. كما أن المخدرات يمكن لها تجعل الشخص اللي كيتعاطاها أكثر عدوانية، ويمكن يكونوا تجار المخدرات المنافسين عرضة للنزاعات المسلحة في غالب الأحيان. هذه الأسباب بجوج يقدروا يخليونا نصنفوا جرائم المخدرات في أغلب الأحيان على أنها جرائم العنف. إضافة لهذا، في الغالب كيتوسع تصنيف العنف إلى ما هو أبعد من جرائم الشوارع بحال السطو والتجارة بالمخدرات، ويقدر يتجاوز العرض المكشوف للأسلحة. كما أن جرائم أصحاب الياقات البيضاء يعني الجرائم الإلكترونية بحال الاحتيال أو الاختراقات الأمنية يمكن لنا نوصفها بأنها عنيفة، حيث يمكن تكون عندها نتيجة مادية بحالها بحال أي جريمة عنف تقليدية. الأحكام القضائية أيضا تقدر تؤدي لإلحاق الأذى الجسدي خاصة في القضايا الجنائية، وهذا هو اللي كيسميه بعض المختصين بعنف القانون. العنف هو أكبر مشكلة في القانون. القانون كيبقى هو العدو ديال العنف، لكن في نفس الوقت القانون في حد ذاته هو نوع من أنواع العنف. اللي معروف عندنا هو أننا كنفكروا أو كنظنوا بأن القانون والعنف هما بحال واحد جوج العديان اللي دائما في حرب، كل واحد منهم كيحاول ينحي الآخر من طريقه. من خلال التصور كيبان لنا بأن العنف هو نقيض القانون، لكن القانون باش يتم التطبيق ديالو في أغلب الأحيان كيعتمد على عنف ضباط الشرطة وحراس السجون والناس اللي كيقوموا بإنفاذ القانون بصفة عامة. وهذا العنف في حالات كثيرة هو اللي كيقوم بفرض الشرعية ديال القانون. بالمناسبة غادي إن شاء الله نخصو حلقة أو أكثر لظاهرة العنف في القريب العاجل بحول الله وقوته، ومن خلالها غادي نتعرفوا على الأفكار اللي كتهم تعريف القانون وأشنا هو العنف، فين خاصنا نوضعه أو نرسموا الخط الفاصل بين العنف واللا عنف، ونتعرفوا أيضا على الأفكار اللي كتخص معنا العنف وعدد من الأمور الأخرى. التهديد، أشنو هو التهديد؟ التهديد أو التخويف كيتم التعريف دياله على أنه كل فعل أو قول اللي كيكون الهدف منه وضع شخص آخر عن قصد أو على علم في موقف اللي كيخليه يتصور تعرضه أو يخاف من أي نوع من أنواع الضرر اللي من المحتمل يتعرض لها. إذن فيما كيتعلق بهذا التصور، فأشنو هو اللي نقدرون نعتبروه تهديد أو تخويف؟ التهديد أو التخويف هو أننا نبلغ شخص آخر بأننا عندنا نية باش نلحقوا به الضرر أو الأذى. بطبيعة الحال يمكن لأغلبية الناس في أغلب الأحيان يقولوا أو يكتبوا كلمات اللي يقدر يعتبرها شخص معين على أنها تهديد، لكن البعض الآخر كيشوفها كأنها أمر عادي. في الغالب الشخص اللي توجهت له الكلمة أو التهديد أو الإشارة بشكل شخصي كيستنتج بأن الخطاب تهديد، فيما الشخص اللي كيتوصف بالعقلانية الموضوعية والرزانة وربما غادي يشوف نفس الكلمة أو التهديد أو الإشارة على أن الشخص اللي صدرت منه باغي يعبر بها على الغضب اللي حس به لا أكثر، أو على الحقد اللي كان سبب في الفشل دياله في أحسن الأحوال.
على العموم التهديد كيبقى جريمة اللي كتهدد بارتكاب جناية أو جنحة ضد شخص معين، يقدر هذا الشخص يكون قريب أو بعيد من الجاني. واللي خاصنا نعرفه هو أن التهديد ماشي ضروري يتحقق، فيكفي فقط باش تكون الضحية خدات الأمر بمحمل الجد، يعني ضمنات بأنه غادي يتحقق وغادي يتسبب لها في أضرار. وماشي من المهم أيضا يكون الجاني قادر على تنفيذ التهديد بشكل فعلي أو لا، كما أن التهديد يقدر يكون من خلال سلوك ضمني أيضا. والسلوك الضمني للتهديد يقدر يكون على شكل إشارات أو تعبيرات اللي كتدل على التهديد، مثلا إرسال سكين أو موس عامرة بالدم، أو إرسال رسم ديال جمجمة بشرية، أو أي إشارة اللي من طبيعتها تخلي الضحية يشعر بالخوف والترهيب. والتهديد الضمني يقدر يتحقق أيضا من خلال الرسائل الخطية لكي يتم الرمي ديالها في باب ديال مسكن الضحية، أو من خلال رسائل الهاتف المحمول، أو من خلال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي بجميع الأنواع ديالها. أشنو هو التعريف القانوني للتهديد؟ باش نقدروا نوجهوا الاتهام بالتهديد لشخص معين، كيطلب منا نلقاو دليل على أن الكلمات اللي توجهت للضحية كانت عبارة على تحذير من ضرر موجه للشخص أو المجموعة من الأشخاص، كما أنه كتوجب علينا كمحققين جنائيين مراجعة ديك الكلمات اللي توجهت للمعني ونتأكدوا بأنها بالفعل كتشكل تهديد حقيقي من طرف شخص معين. أشنو هو اللي كيتعتبر تهديد على طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ الجرائم اللي كتكون معروفة في هذا النطاق هي المضايقات والاتصالات الخبيثة. وباش يتم ارتكاب هذا النوع من الجرائم كيتوجب الضحية تلقى رسالة من شخص آخر على الهاتف ديالها أو على شبكة اتصالات عامة، كما أن هذه الرسالة كيتوجب عليها تكون غير لائقة أو كتسبب سوء أو ضرر بشكل معين، أو كتحمل عبارات فاحشة أو عبارات مهددة. أشنو هو اللي كيتعتبر تهديد حقيقي؟ في اللغة القانونية التهديد الحقيقي هو عبارة كتهدف لتخويف أو لترهيب شخص أو أكثر من الأشخاص المعينين، ونخليهم يعتقدوا بأنهم غادي يتعرضوا للأذى من طرف الشخص اللي وجه لهم العبارات أو الإشارات المهددة. عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. على العكس، معظم المعايير الجنائية كيتم تصنيف هذه الجريمة ضمن جرائم الإهمال ماشي ضمن جرائم الارتكاب، يعني أن الجاني كان في واحد الموقف اللي كيطلب منه يتصرف بكل إيجابية، إلا أنه سلك طريق سلبية، يعني ما قامش بأي تدخل اللي يخليه يمنع واحد الفعل اللي كيمنعه أو كيجرمه القانون. بشكل عام التشريعات الجنائية على مستوى دول العالم كتعاقب أي سلوك سلبي وإجرامي، واللي معروف بعدم المبالاة بمحنة الناس الآخرين. جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص خطر كتكون عندنا جوج الجوانب اللي هما جانب مادي وجانب أخلاقي. الجانب المادي كيتمثل في الامتناع أو التجنب، يعني ما كنوفروش القدرة ديالنا على تقديم المساعدة المناسبة للناس الآخرين. من وجهة نظر أخلاقية كيتوجب علينا نفهمه هنا بأن الجريمة ما كيكونش معاقب عليها إلا إذا كان الامتناع من طرف المعني بشكل طوعي، يعني أن المتهم كان على علم بالخطر، إلا أنه عوض يقوم فعل اللي يقدر يمنع به أو على الأقل يوضع حد لذاك الخطر، خدا وهو على وعي واحد الخطوة اللي كانت سلبية وسمح باستمرار الخطأ وتعريض الضحية للأذى من طرف المهاجم عليها. والخطر اللي كنقصده هنا يقدر يكون ناتج على خطأ ارتكب بدون قصد، أو حادث طبيعي أو عرضي، أو خطأ ديال الضحية بنفسه. بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو عزيزتي أعزائي متتبعي قناة أجنفة مواضح، غادي نكون تعرفنا بشكل صحي على بعض الجرائم اللي حصرها المشرع المغربي في القانون الجنائي. وباش ما نطولوش الفيديو أكثر، كان وعدكم أنني غادي نتابع معكم التعريف بالجزء اللي بقى منها في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. ثم من بعد غادي نبدأ حسب الوعد اللي عطيتكم في الحلقة اللي فات دراسة بعض القضايا والطريقة اللي كيتعين علينا نتعامل معها، وملاحظة الجوانب القانونية ديال كل فعل أو جريمة. فدائما وكيف كنقولوا، الهدف ديال قناتكم أجي نفهموها صح هو إيصال المعلومة الجنائية والقانونية لكل شخص وفي أي مكان في العالم كيتواجد فيه. وعلى العموم كنخبرك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجي نفهموها صح أيضا بلي هاد القناة بلا تشجيعات منكم ما غادياش توصل فين، كما أنني كنلتمس منكم أيضا التفاعل معها بالتعليقات والاقتراحات ديالكم.
بالمناسبة التعليقات ديالكم على القناة لاحظت بأنها شبه معدومة، وهذا هو اللي كيخليني نذكركم أعزائي من جديد باش تشاركوني الأفكار ديالكم عليها. وحتى نتلاقاو في فيديو آخر ومعلومات أخرى في القناة ديالكم، غادي نقول كل واحد منكم عاجل فهموها صح. سلام.